السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله بعدا يلقاكم وانتم بخير وعلى خير، وانتم كتبعوا معايا هذا الفيديو اللي غنبارطاجي معكم. كما هو باين في الفيديو، لباس بوصه وشكون اللي ما كيعشقهاش، كتجي مرمله بنينه، ما غاديش نديروا فيها الحليب، غادي نديروا فيها كاس الماء، تبقى اقتصاديه والمذاق راه ما كيتغيرش، كتجي رائعه مرمله بنينه. تبعوا معايا الطريقه، وكما كتشوفوا واحد الشكل ديال التزيين مغاير. ان شاء الله مقادير بساط. نبداو على بركه الله، كنقولوا بسم الله. هنايا غادي نحتاجوا واحد جوج بيضات، دائما يكونوا في درجه الحراره ديال الكوزينه ديالكم ولا ديال المطبخ. هنايا بالنسبه للسكر، انا درت تقريبا واحد جوج معالق عامرين، نقصت السكر لان غادي تسقى، كما كتعرفوا البسبوسه كتسقى، وانتم والذوق ديالكم. انا كنفضل انني نقص السكر في هذه المرحله، لان عرفتها غادي تسقى بالسيرو. تقدروا تمشيو حتى لمعلقه ونص، الاخوات اللي ما باغينهاش تجي حلوه بزاف. انا درت تقريبا واحد جوج معالق عامرين مع جوج بيضات وقبيصه الملحه، وكنخدموا داك السكر حتى نحسوا به داب لينا مزيان. وهنا كنضيفوا كاس الماء، واللي بغا دير الحليب راه عندها الاختيار دير الحليب. صافي، هنا اي مكون كنبداو نخلطوه حتى نحسو بديك السنيده دابت لينا مزيان. وهنا واحد الياغورت طبيعي، ما فيهش السكر، ما فيهش طبيعي، ما فيه لا فانيلا حتى حاجه، بدون سكر، كيخلي البسبوسه هاد الياغورت في جميع الوصفات. الا عرفتوا بان الا كتطبقوه ولا كديروه في الوصفات، راه كيخلي بحال محسن، كيخلي الوصفه كتجي ناجحه ورطبه، بدون اننا نستعملوا دوك المحسنات اللي كيديروا في الحلويات ولا في هكذا في البريوش. هنايا التنسيم غادي ندير انا قشوره الحامض، وغادي ندير شويه الفاني، كيزيدها واحد هكذاك واحد النسمه ولا واحد المذاق كيجي زوين. وانتم الا بغيتو تكتفيو غير بالفاني، راه تقدروا ديروا غير الفاني، ولا بغيتو غير قشوره الحامض ان شاء الله نسمو باش ما بغيتو. هنايا درت كاس لاروب تقريبا ديال هذا، كاس ديال فاش كنشربو اتاي، اذا كان ديال العنبه تقريبا نص كاس. صافي، هنايا غادي ندوز للسميده، كما كتشوفوا معايا السميده اللي كنديروا بها البغرير والسميده الحرشه. بالنسبه للسميده خدوا غير ديك النوعيه اللي كتكون زوينه، باش تعطيكم واحد البسبوسه اللي هي زوينه، لا في الشكل ولا في المذاق. صافي، هنا غادي ندير واحد جوج خمارات، وكما كتعرفوا راه بالنسبه للسميده دائما في المرحله الاولى ملي ديروها في سواء في الكيك ولا اي حلويات، انكم تخليوها شويه تشرب باش ما تبقاوش تزيدوا السميده وكتقولوا باقي ما تجمعاتش. ضروري كما غتشوفوا معايا كتشوفوها سائله، ولكن مجرد انني غير خليتها شويه. وهنا غادي نضيف واحد جوج معالق ديال الكوك، اللي حتى هو راه كيشرب من السوائل. انا كنخلط معاكم في الاول، كتشوفوها سائله، ولكن مجرد انني نوجد المول ونشعل الفران كنلقاها شربات، حيت الا درتو هكذاك معجنه في الاول، الا دخلت الفران كتجيكم هكذاك مدقصه كما لاحظتوا معايا، شفتوها راه جربات. وهنايا بالنسبه للمول، اخوات ديروا المول اللي عجبكم، انا ما كنبغيهاش تكون عاليه، غادي نديرها في واحد المول ولا واحد اللاطه عندي مستطيله، بحكم انها كتجي مسخيه ما كنبغيهاش تجيني انا عاليه. الاخوات اللي بغاوها تجي عاليه وفي العرض ديالها عاليه، ديروها في المول يكون صغير. على هذا انا غنخلي لكم هكذا العبار ديال المول الا كنتو بغيتوها عاليه ان شاء الله، باش الا ما بغيتوهاش بحالي انايا. كما شفتوا دخلتها الفران، حتى شفتوا تشوفوها محمره، خليوها تحمر ما تجيش هكذاك شهبه. وهنا وجدت السيرو، درت واحد كاس ديال السكر، العبار اللي درتو ديال السكر ديرو جوج كيسان ديال الماء، وخليته تطب مزيان. صافي، هنا الا كانت البسبوسه سخونه خليو السيرو ديالكم بارد، الا كان سميتو خليوه عكس. بحال دابا الا كان البسبوسه بارده، عاودوا دفيو ولا سخنوا داك السيرو ديالكم باش يمتص لكم مزيان وتجي شاربه. صافي، هنا من بعد ما خليتها شربات،
غادي نزول لي هذاك الورق اللي كنت درت. شوفوا معايا، انا بالنسبه لي انا كنفضلها هكذا ما عالياش، كنبغيها قطع تكون صغيره، لان اصلا كتجي شويه حلوه مع شربه في السيرو. صافي، هنا كنوع من التزيين، كتاخذوا المربى هكذا ديال اللي تيكون ديال الحلويات باش تدهنوا ليه هذاك الوجه ديالها، وكتقطعوا الاشرطه ديال الورق ديال الطبخ باش ندير واحد التزيين. وتقدروا ديروا التزيين اللي بغيتوا بشكل عادي، ترشوها كلها بالكوك، هذا نوع من التغيير والتقديم. صافي، هنا غادي ناخذ الكوك وكنحاول نديرها فشي شي هكذا شي غربال يخرج لينا داك الكوك، وكتحاول هكذا دردرو عليها داك الكوك. تقدروا تمشيو لطريقه التزيين بتعاكسوا هذا الورق بشكل طولي او ما يكونش مائل نتوما، والتزيين اللي بغيتو. صافي، هنا كنبدا نعطيه الخاطر باش ما ي... باش يبقاو ليا داك الخطوط اللي درت فيهم هكذا داك الكوك. وشوفوا معايا واحد اللوحه جميله. دائما الحاجه ملي كتقدم بواحد الشكل جميل راه كتعطينا واحد الشهيه اننا ناخذوا ولا ناكلوا الحاجه. صافي، كان ضروري انكم تزولوا ليها وتزولوا هاد الاطراف تيكونوا شويه ناشفين، وكتجي هكذا مقاده. تقدروا تقطعوها قطع كما غادي ندير انايا، ولا تحطوها هكذا الا كان عندكم الضياف، وتقطعوا هذاك الساعه في اللحظه ديالها كما شفتوا معايا العرض ديالها. انا كنبغيها هكذا، ولا بغيتوا كما قلت لكم ديروها في المول يكون صغير، غادي تجيكم طالعه بحال الكيك. صافي، هنا قطعتها، تقدروا تقطعوها مستطيلات مربعات كما بغيتوا. صراحه جات بنينه، داك المزيج ديال الكوك وداك القشور الحامض، واحد المذاق زوين. وصدقوني ان المذاق ما تغيرش، اننا درنا كاس الماء راه جات زوينه معلكه وشاربه معك شي كويس ديال اتاي ولا القهوه. كتجي رائعه معلكه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنسونيش من التشجيع، بارطاجيو الفيديو لتعم الفائده. ان شاء الله الى فيديو اخر. خليت لكم الصحه والهنا، الى اللقاء.